عندنا ابن بصال. مين هو ابن بصال؟ شخص. هسه نتعرف مين هو ابن بصال. ابن بصال واز كان، هذا ابن بصال كان يشتغل ثلاث شغلات. كم شغله كان يشتغل؟ ثلاث شغلات. رايتر، كاتب، ساينتست، عالم، اند و انجينير، مهندس. يلا نعيد. شو اسم صاحبنا ابن بصال؟ شو يعني واز كان؟ كم وظيفه له كان؟ ثلاثه. رايتر، كاتب، ساينتست، عالم، وانجينير، مهندس. في عند الضمير هو، لو سألني سؤال، الضمير هو عمين بعود؟ احنا حكينا الهو لمين؟ للعاقل، يعني انسان. الوتش غير عاقل، والوير مكان، والوين زمان. طب مين الشخص العاقل اللي بنحكي عنه؟ صح كلامك، الهو مين؟ ابن بصال. هذا ابن بصال شو ماله؟ lived، عاش. وين عاش؟ ان الاندلس، في الاندلس، in the 11th century. شو معنى كلمة century؟ في القرن 11. الأندلس اللي هي هسه حاليا إسبانيا.